صباح نتحدث عن مجزرة صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم بحق عائلة زهرب، أغلبها كان من النازحين من شمال قطاع غزة. نتحدث عن 28 شهيدا تم نقلهم أيضا صباح هذا اليوم. كان هناك استهداف لمنزل آخر وتم انتشال حتى الآن 4 شهداء آخرين. نتحدث عن 32 شهيد، علما أن ثلاجة الموتى في مدينة رفح أو في مستشفى رفح تسع فقط إلى 12 شهيد. أيضا قبل قليل تم تحويل عدد كبير من الحالات الحرجة باتجاه مشفى غزة الأوروبي. الآن يعني ستشاهدون في الصورة وصول أيضا حالة أو إصابة في هذه اللحظات من المناطق المستهدفة. أيضا يعني الحالات التي تدمي القلوب والحالات الصعبة غير الشهداء والجرحى هي أهالي المفقودين. أهالي بعض الأشخاص المفقودين متواجدون منذ الصباح، يشاهدون في كل سيارة، يفتشون في كل سيارة إسعافاتي هل أبنائهم موجودين، هل أطفالهم موجودين، هل أقربائهم موجودين. أيضا القصف المدفعي لازال متواصل، هنا الوضع كارثي في مستشفى رفح. عندما نتحدث عن المعبر لازال المعبر مقفل، بالأمس كان هناك حديث عن فتح المعبر لكن المعبر لم يفتح. الرعاية الأجانب كانوا بالفعل متواجدين أمام معبر رفح ولكن لم يتم فتح هذا المعبر. المساعدات أيضا لم تدخل، بل بالأمس أو عند الساعة 6 مساء أمس تم قصف بوابة معبر رفح مرة أخرى من قبل الطائرات الإسرائيلية وتدمير جزء منه. في هذه اللحظات أيضا على ما يبدو وصول لإصابة خطيرة على ما يبدو أو ربما للشهيد في هذه اللحظات. بالتأكيد أنتم ترون في الصورة الإصابات تكاد لا تتوقف، هناك الكثير من المفقودين تحت المنازل المدمرة. طواقم الإنقاذ، طواقم الدفاع المدني تصارع الوقت بأكثر ما يمكنها للوصول إلى هؤلاء، ربما منهم أحياء، ربما منهم شهداء، ربما أيضا إصابات خطيرة. هنا المستشفى لم يستطيع التعامل مع الإصابات على سرائر الطوارئ وما إلى ذلك، يتم التعامل معهم ميدانيا، منهم على الأرض، منهم على الأسرة. نتحدث عن طبيب واحد يتابع أكثر من 6 حالات إصابة من الإصابات التي تأتي. هنا الوضع كارثي. نتحدث عن المستشفيات المتاحة للمصابين وللتعامل مع الإصابات التي تأتي من القصف الإسرائيلي، أقل من 10 سرائر أو ربما 15 سرير فقط. الإصابات التي تأتي إصابات بالجملة، يتم استهداف عمارات سكنية على رؤوس ساكنيها.